جاوب بقى على سؤالك، اه ليه احنا ظهرنا بالشكل ده قدام كوت ديفوار؟ في وجهة نظري الشخصية لسببين. السبب الأول هو إن احنا احترمنا قدراتنا وعرفنا إن احنا فعلا عندنا بعض القصور وبعض المشاكل، فبدأنا مباراة كوت ديفوار بأقصى حذر ممكن. صح. احنا كنا حذرين جدا وفضلنا لغاية السبب التاني اللي أنا هقوله بعد شوية متحفظين في الدفاع وما بنخاطرش خالص في الهجوم. العامل التاني اللي خلى منتخب مصر تفوق فنيا داخل الملعب هو اصابه فرانكيسي. اصابه فرانكيسي في الدقيقه اعتقد 28 من الشوط الاول خفف لنا تماما مساله نص الملعب. احنا فعلا قبل ما كيسي يخرج من الملعب كان ضغطنا وكان بيضغط علينا بطول يعني في نص ملعبنا زي بالظبط الطريقه اللي شرحناها هنا في الاستوديو. فرانكيسي لما انت خرجته مين اللي نزل بداله؟ سيري دي طبعا لعيب خبره وعظيم كل حاجه، لكن 37 سنه صح. 37 سنه لعب اكتر من اعتقد ساعه وشويه قدام منتخب مصر اللي اوريدي عنده خط وسط افضل. سيري لعيب كويس لكن ما كانش يقدر يشيل نص ملعب لوحده بعد خروج كيسي. فسيري دي لما نزل وجدنا سيري دي قعد يلعب لغايه نص الشوط الثاني وخلاص، بعد كده ما اعتقدش بقى عنده القدره البدنيه ان هو يكمل للاكس تايم. الوحيد فعلا اللي هيسبب لنا مشاكل في وجهه نظري هو جرادال. جرادال كان ممتاز جدا جدا على الجبهه اليسرى. عمر كمال اعتقد ان هو فشل في يعني محاولات هجوميه كتيره في ال1 تو 1 قدامه. جرادال قدر فعلا يرقص، انا حسبت له المحاولات كان 8 محاولات قدر يعمل فيهم 7 مراوغات، فتعبنا منه بصراحه. اعتقد ارتحنا كمان لما هو خرج ونزل زها، وزها كان نازل متنرفز ومتعصب ومشدود حتى على زمايله في الفريق. فانا اعتقد في عوامل كتير احنا غيرناها عن دور المجموعات خلتنا نظهر بالشكل ده، واهم حاجه فيها ان احنا فعلا كنا يعني بنلعب على قد قدراتنا، احنا مش فاتحين الملعب زي ما كنا بنعمل في الثلاث مباريات قدام نيجيريا، ما حطيناش لعيبه في مراكز غير مراكزها. اعتقد الاسلوب ده لو احنا كملنا بيه ان شاء الله باذن الله قدام المغرب النهارده، بقى مش هقول بكره، النهارده اعتقد هتبقى يعني فرصتنا في التاهل اكبر من المغرب. طيب.